في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، هناك من يقول أستاذ فؤاد أن الحماية اللي وفرتوها الطارق الهاشمي داخل حكومة إقليم كردستان كانت ورقة ضغط ضد حكومة بغداد لتحقيق مكاسب سياسية لصالح بعض المتطلبات الكردية. شلون تريد على هذه التساؤلات؟ لا لا لا، صح، غير صحيح. مجيء الأستاذ طارق الهاشمي إلى كردستان جاء كنائب لرئيس الجمهورية، وحينما غادر بغداد جاء إلى الاجتماع مع فخامة الرئيس جلال الطالباني عندئذ كان في سليمانية لاجتماع الرئاسة، وكان معه الأستاذ خضير الخزاعي نائب الرئيس الجمهورية. وبعد وصولهم وفي اليوم الثاني تم خرج على الشاشة أشخاص اعترفوا على الأستاذ طارق الهاشمي، أي أن الأستاذ طارق الهاشمي وصل إلى كردستان وهو نائب رئيس الجمهورية وكان ضيفا على رئيس الجمهورية. فنحن لم نخلق المشكلة المسمى مشكلة الأستاذ طارق الهاشمي، وإنما في بغداد تم خلقها. نحن لا نستغل هذه المشكلة لأغراض أخرى، وقد تم طرح فكرة حل هذه المشكلة من خلال القيادات الثلاثة، الرؤسات الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، بالإضافة إلى رئيس القائمة العراقية، لكي يجلسوا أن يحلوا هذه المسألة. ولكن لحد الآن لم يتم التعامل مع هذه المشكلة العويصة بصورة صحيحة. لهذا نرى، لكن هو مطلوب قضائيا، والسيد مسعود البرزاني يقول أنها قضية سياسية، هذه مشكلة. لمسألة أستاذ طارق الهاشمي أبعاد سياسية، وهذا واقع، أبعاد سياسية، لأنه لحد هذه اللحظة هو نائب رئيس الجمهورية، ولحد هذه اللحظة هناك اتهامات وليس اتهامات مثبتة عليه. ومسألة مجيئه إلى كردستان كما قلت جاء كنائب للرئيس الجمهورية، إذا أرادت بغداد حل هذه المشكلة يجب التعامل معها بصورة أخرى ومن خلال القيادات السياسية. أما إذا كان هناك أبعاد قضائية لهذه القضية، إذا كانت فيجب التعامل أيضا مع البعد السياسي.